الثقة بالنفس هي المفتاح اللي بتديك القدرة انك تديري قيمتك الشخصية. الثقة بالنفس هي اللي بتسمح لك انك تكوني الشخصية الاجتماعية اللي انت عايزاها. الثقة بالنفس حكم ذاتي بحت. انا هبة سلام ودي قناة كوجيري اسيا، والفيديو ده معمول مخصوص وموجه لمسابقة اسبوع يوتيوب المرأة العربية بودكاست اريبيا. قبل اي حاجة لازم تكوني متصالحة مع نفسك، يعني ايه متصالحة مع نفسك؟ يعني انت عارفة قدراتك كويس قوي، عارفة ان ربنا عطاكي حاجات ما تتقارنش بغيرك. انت غير، انت مش نسخة لحد، انت بصمة لوحدك. خلينا نتكلم عن الثقة بالنفس وعدم الثقة بالنفس، ازاي نعزز ثقتنا بنفسنا، وايه الاسباب اللي بتخليكي مش واثقة في نفسك. امتى بثق في نفسي؟ لما انا بقيم ذاتي تقييم صحيح، لما بدي نفسي قيمة عالية اللي حواليا بيحسوا بثقتي بنفسي. امتى انا بحس بعدم الثقة؟ لما انا بقيم نفسي تقييم سيء او اقل من قدراتي الطبيعية. ثقتنا بنفسنا تنبع من احساسنا ان احنا قادرين ان احنا نقوم بالمسؤوليات اللي احنا بنواجهها. اتخذنا القرارات السليمة المدروسة بيقوي من ثقتنا بنفسنا وبيقوي بشخصيتنا. ازاي ناخد قرار سليم؟ ان احنا ندرس القرار ده قبل ما ناخده، سلبياته ايه ايجابياته ايه، عشان نقدر ناخد التجربة كاملة وتكون في صالحنا. يعني انا بقوي ثقتي بنفسي من خلال التعامل مع المواقف بإيجابية، وعشان كده لازم ابقى عارفة شخصيتي شكلها ايه، ما حملش الاخرين نتيجة افعالي او اخطائي. لازم ابقى عارفة ان انا مسؤولة عن كل قرار باخده. لازم ما قارنش نفسي بالاخرين. لازم أبقى مؤمنة ان في فروق فردية. لازم انا مؤمنة ان انا عندي حاجة مش عند غيري، انا عندي ميزة مش عند غيري. الميزة دي تختلف سواء في الرياضة او في الفن او في العلاقات الشخصية مع الناس. كل واحد ربنا حط فيه حاجة بتميزه عن غيره، والناس اللي بتقدر تبني شخصيتها وثقتها بنفسها هي الناس اللي بتعرف نقطة قوتها ايه وبتقويها، ونقطة ضعفها ايه وبتشتغل عليها. احنا عبارة عن مجموعة خبرات ومهارات بمر بيها. عشان ابني شخصيتي لازم باستمرار اقرا، اطلع، اتعرف على ناس عندهم خبرات. لازم اكون في تطور دائم لمهاراتي الشخصيه. لازم اكون على علم بكل اللي بيحصل حواليا من جديد، مبقاش الناس في عالم وانا في عالم تاني. لازم ابقى مواكبه العصر وامكانياته. لازم اتعلم حاجه جديده. اتعلمي حاجه جديده ان شاء الله، لو كلمه كل يوم، في لغه، في كورس جرافيك، في دورات تنمية الذات، في دورات إن شاء الله حتى تعليم الخياطة. كل حاجة بتضيفيها لنفسك بتعلي من ثقتك بنفسك. دي شخصيتي إزاي؟ بالتفكير. أفكر بأسلوب علمي، أفكر بأسلوب إيجابي. طب هيجي منين التفكير ده؟ القراية، تعليم، المهارات الزيادة اللي بكتسبها لنفسي. إزاي أطور من نفسي؟ في عوامل كتير قوي. شكلي، المظهر بيأثر كتير على الثقة بالنفس. في ناس بتحاول تعزز ثقتها بنفسها عن طريق اللبس، في ناس بتحاول تعزز ثقتها بنفسها عن طريق الميك اب، في ناس بتعزز ثقتها بنفسها عن طريق القرايه، في ناس بتحاول تشتغل تثبت نفسها وتثبت ان هي قادره انها كل يوم تكتسب مهاره، وانها تثبت الاخرين ان هي عندها ثقه بنفسها. النجاح ثقه. الناس بتحب الناجح، الناس بتتلف حوالين الانسان الناجح. الناس ما بتحبش الانسان الشكاي اللي طول النهار يشتكي. الناس تحب الانسان المتفائل. لازم تكوني واثقة من نفسك زي ما ربنا خلقك. اوعي تتأثري بنظرة الناس لك. طوري نفسك، حيطي نفسك بالناس الإيجابيين. اقري، خليكي إيجابية، خليكي متفائلة. ثقتك بنفسك بتنطبع عليكي، على شكلك، على مظهرك، على أسلوبك مع الناس، والناس ساعتها بتحس بثقتك دي. مش هيقدروا يحطوكي في مكان غير اللي انت عايزة تحطي لنفسك. اقبلي نفسك زي ما هي، ما تكونيش حد تاني، ما تكونيش غير نفسك. اشتغلي، تعبي، ابذلي مجهود. اوعي تحطي لنفسك كلمة مستحيل. النهاردة الحاجة صعبة عليكي، ابدأي بأبسط إمكانياتك. ابدأي، لازم تبدأي. طوري نفسك، ما تقفيش عند البداية وبس. انت لازم تطوري نفسك. وصلتي نقطة البداية، حلوة قوي، يلا بقى ننتقل للخطوة اللي بعدها. ايه الخطوة اللي بعدها؟ تعالي ناخد مثال. انا لما بدأت قناتي في اليوتيوب صورت كتاب. انا عايزة اعمل حاجة، انا عايزة اعمل حاجة. هو ده الدافع اللي خلاني اتحرك. انا عايزة اقول حاجة، عايزة اسيب حاجة لبنتي تفتكرني بيها، عايزة الناس تستفيد.
لو استنيت لغاية ما ادرس الموضوع واشوف الكاميرات واشوف الإضاءة واشوف الصوت واشوف كل الحاجات دي ما كنتش بدأت. لكن انا فتحت التاب اللي عندي وصورت، وكان اول فيديو صورته ونزلته على النت. بعد كده لما الناس بدأت تتفاعل، لما الناس حست ان انا فعلا ممكن اقدم حاجة، حسيت ان انا لازم ابدأ اطور. اه صحيح ما كنتش عارفة ازاي اطور والمعلومات كانت قليلة، بس كنت بدور، كنت بدور ازاي اطور نفسي. الحمد لله انا ماشيه في طريق كويس على ما اعتقد، يعني بحاول ازود نفسي، مش حاسه ان انا حاجه كبيره، بس الحمد لله واثقه في نفسي، واثقه ان انا في يوم من الايام ربنا هيجازيني خير على تعبي وهوصل. يهمني جدا ان كل ست وكل بنت تبقى عارفه نقط قوتها فين، اشتغلي عليها، نقط ضعفك فين وحاولي تتخلصي منها. زودي علم، زودي قرايه، جربي جربي جربي. هتفشلي هتفشلي، هتقومي تاني تقفي على رجليكي، هتتعلمي من فشلك وهتبدأي تتطوري. أنا هبة سلام، ويشرفني أن أنا أكون معاكم على بودكاست أريبيا، وأتمنى أن يكون الملخص البسيط اللي احنا اتكلمنا فيه عن الثقة عجبكم. أشوفكم الفيديو الجاي.